السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات. تكملة لموضوع كرات الفحم، نتحدث اليوم عن محتويات كرات الفحم. تحتوي كرات الفحم على الكاسليت في والدولميت. دائما كرة الفحم في وسطها نجد الكالسيت والدولوميت، نجده في أعلى وأسفل كرة الفحم، وهما المادتين من المواد الشائعة الموجودة في كرات الفحم. إن كرات الفحم ليست مصنوعة من مادة الفحم، فهي غير قابلة للاشتعال وغير مجدية للاستفادة منها كوقود. فكرات الفحم عبارة عن أشكال حياة معدنية غنية بالكالسيوم. تحتوي كرات الفحم في الغالب على كربونات الكالسيوم، كربونات المغنيسيوم، وكربونات المغنيسيوم والبريت والكراوتز. كما أيضا المعادن، تحتوي على المعادن الأخرى بما في ذلك الجبس والالميت والكولونيت والليبيدو و عفوا واللوبيدو سوركويت. تظهر أيضا في كرات الفحم وإن كانت بكميات أقل، بالرغم من أن كرات الفحم عادة ما تكون بحجم قبضة الرجل، فإن أحجامها تختلف اختلافا كبيرا. وتتراوح كرات الفحم في الحجم من حبة الجوز إلى 3 أقدام، أي متر، 1 متر في القطر. وقد عثر على كرات الفحم التي كانت أصغر من الكاشستبان أنها تحتوي كرات الفحم عادة على الدولوميت والأوروغونيت كما ذكرت، وكتل المواد العضوية في مراحل مختلفة من التحلل. أيضا قد حلل هوكر وبيني كرة الفحم فوجدوا نقصا في خشب الخروطيات وسعف السرخس، ولاحظوا أن المادة النباتية المكتشفة يبدو كما لو أنها سقطت من النباتات التي أنتجتها، أو بعبارة أخرى يبدو أنه قد تم ترتيبها تماما كما سقطت من النباتات التي أنتجتها. فعادة لا تحتفظ كرات الفحم بأوراق النباتات. وفي عام 1962 اكتشف سير جوس ماما وإليس يوتوشيليسون علامات لكائنات بحرية في كرات الفحم من أمريكا الشمالية، مما أدى ذلك إلى تصنيف كرات الفحم إلى 3 أنواع. النوع الأول أنواع عادية تعرف أحيانا باسم النباتية وتحتوي على مادة نباتية فقط. أما النوع الثاني فهو حيوانية تحتوي على مستحدثات حيوانية فقط. أما النوع الثالث والأخير فهو مختلط، والتي تحتوي على كل من المواد النباتية والحيوانية. تقسم كرات الفحم المختلطة إلى نوعين غير متجانسة، حيث فصلت المواد النباتية والحيوانية بشكل واضح، وإلى كرات متجانسة والتي تفتقر إلى هذا الانفصال. هكذا انتهت حلقة اليوم التي كانت بعنوان محتويات كرات الفحم.